ولكل محبي الموضة واللي تابعون عروض دور الأزياء أول بأول ويشوفون شنو أبرز صيحات الموضة. اليوم اختارينا لكم أكثر الملابس الدارجة لموسم صيف وخريف 2020 و2021. من الألوان اللي دارجة بهذا الموسم هو اللون البنفسجي الفاتح أو الليلكي، وشفنا الكثير من التوبات على عروض دور الأزياء اللي بيها كراكش من الياقة أو حتى بالردان، ونسقوا عليها البناطيل اللي تكون عالية الخصر بلون الفوشيا، وشفنا عارضات الأزياء نسقت عليها الحزام الذهبي، وإذا بفصل خريف حلو أنه تلبسون عليها البوت الكاوبوي، كذلك الفساتين اللي تكون الآي لاين تكون اللي ضيقة من فوق وعريضة من جوا شفناها باللون البنفسجي الفاتح، بالإضافة إلى فساتين السهرة اللي كانت بالبليسيه أو الكراكش، وحتى في بعض الأحيان يكون بيها اللون اللماعي. كلش حلو اللون البنفسجي وكلش أنا أحبه، وتعرفون إيش قد مفضل عندي هذا اللون. فعلاً أنتي الحلقة الماضية أتوقعك أنتي سويتينا تنسيقات بنطرون باللون الليلكي كان كلش حلو، ففعلاً هو كلش دارج هالسيزن. أما عن الترند اللي أنا راح أتكلم عنه هو ترند الريش اللي شفناه في فترة الشتاء وحتى الصيف الماضي دارج جداً بفساتين السهرة، ولكن هالفترة أيضاً بنشوفه دارج في منصات عروض الأزياء في باريس على الأحذية أو على الحقائب الكلتش الصغيرة، أيضاً شفناه زين الكثير من المعاطف الشتوية باللون الأحمر الغني، أيضا شفناه بإطلالات كاملة باللون الوردي وزينها الريش، والريش أيضا شفناه هواية في رمضان في جلابيات من تصاميم عربية، مصممات عربيات استخدموا الريش كثيرا في أزيائهم وانطى لمسة كلش أنثوية، لأنه الريش مثل ما نعرف أحسه ينطي هيك لوك مفعم بالأنوثة ورقي بيه. صحيح شهد، مثل ما ذكرت الريش جدا دارج، والعديد من النساء خصوصا منطقة الشرق الأوسط يعتمدوه مثل ما قلتي بالجلابيات وأيضا بالملابس لأنه يغطي رقي وبنفس الوقت الكشخة. أما فقرتي أو الترند اللي حابة أحكي عنه هو ترند الكارو أو الكاروهات، دارج من السنة الماضية ومستمر أيضا ويانا العديد من دور الأزياء اعتمدته مثل أزياء ديور، سالوران، لامفا، اعتمدته بالمعاطف وأيضا بالشالات وأيضا بالتنانير والفساتين، جدا حلو وكلاسيكي للناس اللي تحب دائما تحافظ على اطلالتها الكلاسيكيه فتعتمد هيك نوع من الترندات. فعلا نبان مثل ما ذكرتي، والحلو انه الكاروت كنا متعودين عليه بالشتاء، هسه بنشوفه حتى بفصل الصيف والربيع بيعتمدوه هوايه دور الازياء باطلالاتهم.